في السياق، أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن الشراكة المجتمعية في مملكة البحرين غدت ثقافة راسخة ونهجا أصيلا تنم عن سلوك رفيع ومن قيم الولاء والانتماء والمواطنة وإسهاماتها الحضارية البارزة في تعزيز الأمن والاستقرار عبر التعاون الفاعل والعلاقة الإيجابية بين رجل الأمن والمواطن والمقيم. حول هذا الموضوع يسرنا يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد غازي آل رحمة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب، وأهلا بك في نشرة الثامنة. لو تحدثنا وتوضح للسادة المشاهدين الجهود المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتفعيل الشراكة المجتمعية. مساء الخير أخوي العزيز وعلى جميع الموجودين الكرام. أولا أحب أرفع أسمع يا التهاني والتبريكات إلى حضرة جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء بهذا اليوم واللي تحتفل في مملكة البحرين بيوم الشراكة المجتمعية. طبعا هذا اليوم تم تدشينه واطلاقه من قبل معالي الفريق اول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية قبل حوالي 15 سنة، وهو جاء كمبادرة من قبل معاليه من اجل ترسيخ نهج الشراكة الاجتماعية اللي تعتمد عليه وزارة الداخلية في جميع اعمالها، وايضا من اجل التأكيد على هذا المفهوم وتعميقه في ثقافة المجتمع والعمل على نشره بين كل الأفراد والشرائح والمكونات. يعني الحمد لله مثل ما تعرفون احنا في مملكة البحرين من الدول السباقة دائما في صنع وابتكار المبادرات الجديدة وخلق الأفكار النوعية اللي تسهم في تطوير الأداء الحكومي والاجتماعي، وهذه المبادرة هي واحدة من الأفكار والمبادرات الخلاقة تم إطلاقها والعمل على تجسيدها وترسيخها على أرض الواقع في أقصى الجهود. هذه المبادرة ما جت من فراغ، لكن جت من خلال مشروع الإصلاح اللي جاءت الملك واللي يحمل في طياته فكرة الشراكة المجتمعية ويأكد عليها وينطلق من خلالها في كل شيء. ولله الحمد يعني احنا نشوف اليوم في مملكة البحرين قاعدين نعيش حالة فريدة وجميلة جدا من الشراكة الاجتماعية الكبيرة بين الأجهزة الأمنية وبين الناس، سواء بين المواطنين أو المقيمين أو من خلال الأفراد والشخصيات أو من خلال مؤسسات المجتمع المدني. الجميع ولله الحمد مشارك وفاعل في التعاون مع الأجهزة الأمنية. هذه الحالة اللي نعيشها الحمد لله انعكست بشكل إيجابي على تقليل معدل الجرائم بشكل عام في البحرين وتقليل الحوادث والمخالفات السلوكية، أيضا ساعدت بشكل كبير في بلورة وتعزيز الهوية الوطنية. ولذلك يعني احنا نشوف اليوم ان معالي وزير الداخلية يؤكد في اجتماعه مع لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني، حيث انه تم تسجيل اعتزازه واعجابه بالروح الوطنية والمواقف الوطنية الموحدة والمسؤولة بالتمسك بالهوية الوطنية وإدراك الجميع بدون استثناء بأهمية دورهم ومسؤوليتهم الوطنية في المحافظة على السلم الأهلي. طبعا هذه النتيجة والحالة الحمد لله اللي وصلنا إليها جاءت بعد جهود كبيرة وجبارة من قبل جميع الأجهزة والمؤسسات، وفي مقدمتها طبعا وزارة الداخلية بقيادة معالي وزير الداخلية واللي أشرفت على برنامج الشراكة المجتمعية وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة وتأكيد التعايش والتعددية في مملكة البحرين. الحمد لله هذه الحالة جت ناتجة لحالة التعاون والتنسيق الكبير جدا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ما ننسى دور السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب ومجلس الشورى أيضا اللي تقوم بدور كبير جدا في تقديم الاقتراحات والقوانين والتشريعات اللي تأكد على نهج الشراكة وتعزز اللحمة الوطنية والانتماء إلى مملكة البحرين. نعم سعادة السيد غازي آل رحمة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.